أولاد محمود عبد الجابر، العيلة الشهيرة بالعش، منجم الذهب لمركز شباب كوم حمادة اللي بيلعب في الدرجة الثالثة. سبب تسميتهم بالعش مش لقب العيلة، لا، ده بسبب شعرهم الطويل. الحكاية بدأت مع أحمد العش، ظهير أيمن كوم حمادة اللي انتقل لسموحة ب 250 ألف جنيه. أحمد العش من بعدها انتقل بين أندية الممتاز، بداية من الأهلي ومروراً بالإسماعيلي والبنك الأهلي وأخيراً بلدية المحلة. الأخ الثاني هو مصطفى العش، وده بقى عكس أخوه الكبير، بيلعب برجله الشمال في مركز الظهير الأيسر والجناح. اتصعد للفريق الأول وعمره 16 سنة، لفت أنظار غزل المحلة في ماتش ودي، وانتقل لزعيم الفلاحين ب 300 ألف جنيه. بس لأنها التجربة التانية مع عيلة العش، رئيس المركز محمد سلامة وضع نسبة 15% في حالة إعادة البيع، وفعلا انتقل لزد وحقق المركز عائد منه 2,900,000 جنيه. رقم البيع ما كانش كبير، بس نسبة إعادة البيع هو اللي كان كبير. الأخ الثالث وهو يوسف العش، اللي تصعد للفريق الأول في كوم حمادة وهو عنده 16 سنة، غزل المحلة ضمه بسبب مهارته العالية وحاطت أمل عليه أنه يكون زي أخوه، وموجود في الفريق الأول للمحلة من السنة اللي فاتت في الممتاز. في رأيك مين أفضل عيلة طلعت لعيبة كورة في مصر؟